السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. احسن بالماء والخل، ان بعض النصائح يعني كما اقولها العمياء التي يعني تقول الغسل بماء جفيل، ولا يعني هذا خطر. من ينصح بماء جفيل فيجب أن يكف لسانه عن الناس. لا 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 يمكن. لماذا؟ لأن ماء جفيل ممكن أن ننظف بأواني والأرض في المنزل والمرافق الصحية في المنزل، نعم، ولكن يجب ألا، حتى الأواني التي تغسل بماء جفيل يجب أن تغسل جيدا. نعم، يجب أن تغسل بالماء 5 أو 6 مرات لكي لا يبقى فيها أثر جفيل. حتى أنا سمعت يعني هذه من نعم. حتى أنا من ضمن الجمهور سمعت نصيحة أن يمكن أن ننقع يعني الماء وقليل قطرات الجافيل مع الخس. نعم، هذا خطر، ومن ينصح بهذا فليتق الله سبحانه وتعالى. هذا ليس علم، هذا خطر، وهذه الأشياء التي يجب أن نصححها في هذا المنبر، لأن كما أقول دائما فهذا المنبر لا يحتمل خطأ ولا يحتمل تضليل، ونحن لا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فماء جفيل ربما تكون هو الهيبوكلورايت يعني الصوديوم، ونعلم جيد أن باش يبقى هذاك يعني الحالة التأكسدية ديالو باش الكلور ما يمشيش، لأنه هو غير ثابت انستابل، فكي ربما تضاف إليه بعض المؤكسدات القوية مثل الكرومات أو البيكرومات، وهنا يصبح أشياء خطيرة لهذه يجهلها المسلمين. نحن باحثين ولا يمكن أن نتكلم بما سمعت أو قال، أو نحن باحثون ونتكلم ببحث يعني على أمواج إذاعة. أنا من في جمعية حماية المستهلك كنا متشددين مع إضافة جافيل في الماء، فهناك من ينصح بإضافة ملعقة جافيل في الماء في بالنسبة للبوادي، ونحن في جمعية حماية المستهلك نحن يعني ننصح بعدم إضافة جافيل للماء، لأن هناك عندنا مشكل ديال الكلية الآن، الناس ولاو كيصفيو وباش من علي كيف ما كان الحال، ولو أننا خرجنا، ولكن كل المعلومات هي غاية من البرنامج أننا نعطي أكبر عدد من المعلومات. وبالمناسبة نصحح هذه النصائح الخاطئة، يجب على الناس ألا يغسلوا الفواكه والخضر بماء جافيل، وأقولها 3 مرات، هذا هلاك وهذا ليس علم وهذا ضلال. من الأحسن الخل، وأنا أقول دائما نحن مستعدون. أنا أقول بأن جافيل هو أخطر ما يكون، ومن الأشياء التي الآن أصبحت تسبب قرحة المعدة الهيليكوباكتير بيلوري هي ماء جافيل والاستعمال ماء جافيل، وحتى منظفات الأسنان إذا وصلت إلى المعدة ما خصناش يبلعوها، إذا ابتلعت ووصلت إلى المعدة فهي تشجع بكتيريا الهيليكوباكتير بيلوري. يعني نحن نتكلم بعلم، يعني ما لا لا ليس لدينا أي خلفية إن شاء الله. فيجب أن يعني إذا سمع الناس أن يبلغوا من لم يسمع، يعني ألا يضع جافيل مع كل الأشياء التي يأكل فيها الناس والتي يأكلها، يعني حتى الأواني يجب أن لا تغسل، فقط منظف للأرض وللمرافق، حل مراحل حل أشياء حل الحمام، نعم تنظف، ولا حتى بعد الملابس اللي بغاو النساء يضيفوا الجافيل، وإلا ضافوا جافيل الملابس خاصة تشل، خاصة تغسل من وراء جافيل يعني بكثرة. لاحظوا على أن جل أشياء الحساسية الجلدية الآن أن النساء ما كيغنسيوش ما كيشلوش مزيان، حتى الآلات التصبين، حتى آلات التصبين الآن ربما النساء ياخذوا دوك الثياب الداخلية ويعاودوا يغسلوهم بالماء مزيان باش ما يبقاش فيهم أثر هذوك الآلات مساحيق التصبين وما إلى ذلك. نعود لماء القلقاس، ممكن يديروا شوية خل. لماذا؟ لأن الخل هو ليس خطر، حمض الأسيتيك ليس خطر على الجسم، ثم أنما كيديروش واحد التركيز كتير، كيديروا واحد 2% ولا 5%، يعني ملعقة خل مع نص لتر ماء، ثم بعد ما تغسل هذيك البطاطا القصبية كيوضعوها 5 دقائق فهذا الماء بالخل، ثم إن شاء الله يطيبوها ولا شيء. إذا كان هذا القلقاس يتناول طازج، إلا بغاو الناس ياخذوه طازج، وأحسن يتخى طازج، من الأحسن يتقشر، يحيدوا القشرة كلها ويحيدوا البراعم باش ما يبقاش أثر طين هذا تراب ولا أثر ميكروبات. ثم تطحن تطحن مع ماء، ليس مع حليب، تطحن مع ماء، وممكن يضيفوا لها نباتات أخرى، يضيفوا خيار، يضيفوا مثلا هذا البنجر الباربا. يضيفوا أي حاجة لبغوا يزيدوا معها شيء، وهي غادي نتكلموا على الأشياء اللي قوية فيها هذه النبات القلقاس أو البطاطا القصبية، أشياء قوية هي من الكوليسترول السكري، ارتفاع الضغط السكري كوليسترول، هالثلاثة هذو يعني البطاطا القصبية يعني ما شاء الله يعني كتحد منهم بواحد الشكل يعني ملحوظ جدا.
بطاطا القصبية، هذا النبات، البطاطا القصبية أو خضرة البطاطا القصبية تحتوي على سكر الإنيولين بكمية هائلة، يعني أكثر من البطاطا الحلوة اللي تكلمنا عليها. وسكر الإنيولين هو تماثل، يعني هو جزيئة تتركب من سكر الفريكتوز. والسكر الفريكتوز كما قلنا أنه لا يحتاج أنسولين، لأن الأنسولين يحتاجها الجسم للسكريات الأخرى مثل الجلوكوز أو بعض السكريات التي يعني تستقلب إلى جلوكوز. فهذا القلقاس، هذا النبات القلقاس، البطاطا القصبية كانت تعطى قبل اكتشاف الأنسولين، كانت تعطى على شكل عصير طازج، يعني كأس كبير، كوب كبير في الصباح وكوب كبير في المساء، طازجة مطحونة طازجة، كانت تعطى لأصحاب السكري. يعني هذه أبحاث يعني أجريناها هكذا، يعني عن استعمالات والأصل ديال هذا النبات، ونلاحظ على أن هناك ناس كيمشيوا للشبكة العنكبوتية ويقرؤون في بعض الكتب، أن لم أجد إلى حد الآن لم أجد أي نبات أصله عربي ولا بلدان المغرب العربي. لماذا؟ لأن ليس هناك تدوين، وأن أمريكا اللاتينية وأن الهند وأن اليونان وأن الصين وذاك الشيء كيدونوا. فمن اللي كنمشيو طبعا للبيبليوغرافيا، من اللي كنمشيو مثلا المراجع، كان أي واحد يعني يرتكز على أي حاجة ألقاها حتى ولو كانت خاطئة. وأنا أقول نبات القلقاس ليس أصله أمريكا اللاتينية، البطاطا الحلوة ليس أصلها أمريكا اللاتينية، اللفت الأصفر ليس أصله أمريكا اللاتينية، التين الشوكي ليس أصله أمريكا اللاتينية. الناس هيد كيلقاو حاجة مكتوبة مدونة صافي كياخذوها الأصل، بحال في القانون، قانون إما كيرجعوا لنابوليون إما كيرجعوا القانون اليوناني إما كيرجعوا لشي حاجة، علاش؟ لأن خاصو مرشي يرتكز عليه، أما باش يرجع للشريعة ولا باش يرجع للأشياء اللي كانت في الخلافة الإسلامية لا، غادي يقول لك هذه ما عارفينهاش، أنا خصني ناخذ واحد المرتكز اللي ديالهم. فهذه أشياء خاطئة، لأن المشكل اللي عند العرب أنهم دونوا في واحد الفترة، تسرقت الكتب مشات، يعني خصوص فترة الاستعمار، يعني من تطر يعني الكتب العرب كلها مشات، لا الفلك ولا الطب ولا الزراعة ولا البيطرة ولا كل شيء، يعني تتسرق، فما عودوش دونوا، يعني خصوص الآن فترة ما بعد الاستعمار ما كيبانش لنا تدوين، كاين تدوين غير في الآداب وفي الأشياء الفارغة، ما كاينش تدوين يعني للأشياء التي تنفع الأمة، أشياء اللي خاصة. فهذا النبات هو أصله كل الكرة الأرضية، كل المناخ المعتدل هو أصل هذه، وكل التربة بحال المغرب العربي، دول المغرب العربي تقريبا ماشي غير دول المغرب العربي، يعني من سوريا فلسطين الأردن والمغرب العربي، هذه بلدان فيها ماء وفيها نفس الطقس تقريبا، وهذه هي الأصل ديال الخلائق ديال الله سبحانه وتعالى، ما في ذلك النبات والحشرات والحيوانات وكل هذه المنطقة هذه. فمنطقة تشبهها في المناخ كذلك وفي التربة هي أمريكا اللاتينية. لماذا؟ لأنها تشبه هذه البلدان ديالنا، يعني هذا تشبه. لذلك أن التدوين الآن بخصوص يعني هذه الحضارة الإسبانية اللي مشات لأمريكا اللاتينية، كان هناك تدوين كبير، وهذا التدوين مشى من إسبانيا، لأن إسبانيا التدوين هذا دخلوا المسلمين، يعني لما فتحوا الأندلس، فكين أشياء أصلية هي عربية إسلامية أصلية، ولكن الآن أصبحت أمريكية لاتينية أو أشياء هكذا. ما شاء الله، خاص غير الباحثين ديالنا ديال هذه الدول العربية شوية ينتبهوا لهذه المسألة هذه، لأن يعني هذه العلامة دي ماشي ما عمرو عاش ولا ما عمرو كان ولا هو، أكبر الحضارات هي كانت في هذه المنطقة هذه.